الرائحة الكريهة. اي اول شيء نعرف المسببات لهذه الرائحة الكريهة، لازم التشخيص. اغلبها يكون بسبب الاسنان، تكون في تعفنات في الاسنان بسبب تسوسات او بسبب ممكن اللثة، يكون في التهابات في اللثة. بعضها مو الاكثر، بعضها بسبب اللوز، امراض اللوز، التهابات اللوز. بعضها يكون بسبب التهابات الجيوب الأنفية، قليل منها بسبب المعدة، قليل مو أكثرها. يعني أول شيء الأسنان والفم، أول شيء لازم نلغي هذا المسبب، إذا مو موجود الساعة ندور على مسببات أخرى. والتنظيف طبعا، تنظيف الدوري أهم شيء. يعني مثلا إذا واحد يدخن، لا ممكن يزيد عنده فرصة أن تصير رائحة كريهة. وفي بعد نقطة حلوة أبي أذكرها، التنفس من الفم. لما واحد يتنفس من الفم ويعتمد على الفم بالتنفس، يصير دراينس، يصير جفاف للفم، ولما يصير جفاف للفم هني تطلع ريحة كريهة. وهذه وايد أشوفها، وكثير من الأطباء أصلا يعني ما يلقطونها، ما يشخصونها للأسف.